تمام كده يا دكتور، كده التسجيل بدأ. لو حضرتك حابب تبدأي كده تمام. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في المحاضرة العاشرة من محاضرات الدوكيمنت كنترول. إحنا كنا المرة اللي فاتت اتكلمنا عن الفايلينج. حد فاكر إيه تعريف الفايلينج اللي إحنا اتكلمنا عنه؟ قلنا الاحتفاظ بالمستندات فين؟ saving document بالظبط كده. in cabinets في مكان آمن وسهولة بالظبط، والقدرة على العثور عليها بسهولة وبسرعة. تمام بالظبط كده. بعد كده اتكلمنا عن ايه هي الدوكيمنتس اللي احنا بنعمل لها فايلنج، وقلنا ان هم نوعين من انواع الدوكيمنتس اللي احنا بنعمل لها. هي كلها بتنحصر في حاجتين بنعمل لهم فايلنج، يعني هم ايه؟ سورتنج. لا مش هي، مش السورتنج. لا قلنا ان هم فايلنج بيتم مستندات بيتم ارسالها الينا من مكان او من اورجانيزيشن تانية غيرنا، واكتيفيتي او ريكورد احنا بنعملها في الشركه بتاعتنا وبنحاول ان احنا نسيفها علشان نقدر نوصل لها بعد كده بسهوله. تمام، هما دول النوعين اللي احنا دايما بنتعامل فيهم في الدوكيومنتس. طيب قلنا بعد كده امتى بنعمل فايلينج عندنا؟ ايه اللي بيحدد نعمل فايلينج، كل يوم ولا كل شهر ولا كل قد ايه؟ قلنا ايه اللي بيحدد ده؟ size of project بالظبط كده، ضغط الشغل. كل ما ضغط الشغل عندي بيزيد، كل ما لازم ان انا اعمل الفايلنج بتاعي ديلي، ان انا ما سيبوش ان هو يتكوم عليا يوم بعد يوم. لو عندي الضغط مش كتير في الدوكيمنتس، الحاجات الورقيه اللي احنا بنتعامل فيها مش كتيره، ممكن نخليها لا اما مرتين في الاسبوع او مره كل اسبوع. تمام. بعد كده اتكلمنا في طرق الفايلنج اللي احنا بنتبعها. احنا قلنا كان عندنا كام سيستم للفايلنج نقدر ان احنا نتبعه في تخزين المستندات. قلنا باي ايه؟ باي كاتيجوري، وباي ايه كمان؟ باي ديت بالظبط كده، باي نمبر، باي ريفرنس اللي هي اسمها باي ريفرنس، باي سبجكت اللي هو الكاتيجوري، الفابيتك صح بالظبط كده، واخر حاجه قلنا اللي هي البليسز اللي هو بالاماكن او بالجيوغرافيك بتاعت المكان اللي احنا بنتابعه فيه. هم دول الخمس طرق اللي احنا بنعمل بيهم الفايلنج بتاعنا. طيب لما بنيجي نعمل سيت اب لاي سيستم موجود عندنا في الشركه، كنا افتكرنا ان احنا كده قلنا ان احنا بنعمل كام خطوه كده علشان نعمل سيستم فروم سكراتش للفايل. حد فاكر كنا بنعمل ايه؟ ترتيب المستندات او فرز المستندات بالظبط كده، فايل دوكيومنتس تو بي فايل بالظبط كده، organization structure، by documents reference number as peer disciplines. لا هو مش ده اللي قصدي عليه بالظبط كده. استاذ عبد الله هو اللي جاوب الاجابه الصحيحه. وضع المستندات في مكان واحد، اول حاجه تجميع الملفات في فئات او مجموعات كلها بتنتمي لبعض، يعني نحط كل المستندات في مكان واحد علشان نقدر ان احنا نرتبها، وبعد كده نرتبها بطريقه منطقيه، يعني كل نعمل لها نخليها كل كاتيجوري في حاجة بتبقى صلة ما بينهم، بس تكون صلة منطقية مش رقم أو مش ديت أو أي حاجة من كده. تالت حاجة بعد كده بإن إحنا قلنا إن إحنا ممكن إن إحنا يبقى في عندنا ملف بيتحط في مكانين، زي مثلا اللترز أو الكورسبوندنس، قلنا إن هي ممكن تكون تتحط باي سبجكت، أو ممكن يكون في كوبي تانية وتتحط لنفس الدوكيومنتس دي، بتكون مترتبة باي ريفرنس. تمام؟
فلما نيجي بقى نبتدي ان احنا نعمل السيستم ده ازاي، هنخلي السيستم ده ابليكابل على الدوكيومنتس عندنا كلها. فاول حاجه ان احنا بنفرز جميع المستندات ونحطها في مجموعات متشابهه. 2، نضع اسم لكل مجموعه او كل فئه. 3، نعمل قائمه بالفئات اللي عندنا. وبعد كده بنحاول ان احنا نسال نفسنا شويه اسئله. حد فاكر ايه الاسئله اللي احنا كنا بنسال نفسنا فيها؟ هما كانوا سؤالين اساسيين بالظبط، do we need to combine، والسؤال الثاني هل احنا نقدر ان احنا نجمعهم، ولا هل هم ان هم محتاجين ان احنا نخليهم مور ديتيلز اكتر من كده، ان احنا نفرق نقسمهم اكتر من كده عشان نقدر ان احنا بالظبط كده ان احنا نحط نيو كاتيجوري ليهم. وبعدين هل احنا نقدر ان احنا نرتبهم بالترتيب الابجدي، ولا لازم يفضلوا في الفئات بتاعتهم دي زي ما هي؟ ده كان الاساسي اللي احنا بنتكلم فيه المره اللي فاتت. طيب احنا النهارده دي المحاضره 10 زي ما بنقول، النهارده 13 اغسطس، وهنتكلم النهارده على المينتيننس اوف كوبي اند اكويبمنت. هو احنا ليه بنعمل مينتيننس للاكويبمنت اللي بتبقى موجوده عندنا في البروجكت، او يعني احنا ليه كدوكيمنت كنترول مطلوب مننا ان احنا نتابع الحاجات بتاعه المينتيننس بتاعه الاكويبمنت اللي عندنا؟ تفتكروا ليه؟ لاستمرارية العمل. أدي كده 1، ماستر كوبي، يعني مش فاهمة قصد حضرتك يعني إيه ماستر كوبي؟ دلوقتي بنتكلم عن الصيانة الدورية للإكويبمنت اللي موجودة عندنا في البروجكت. ليه احنا كدوكيومنت كنترولرز مطلوب مننا ان احنا نتابع الصيانات الدوريه للاكويبمنت اللي موجوده في السايتس مثلا؟ عدم اضاعه الوقت، تو افويد ديلي بالظبط كده، سيف هيستوري اوف اكويبمنت، تمام، تو افويد ميسنج اوف دوكيومنتس، تمام، عندي خلفيه لو مسؤول الصيانه مش موجود. ده لو حضرتك هتقوم بعمله، انما احنا هنا السؤال بنتكلم احنا ليه اصلا لازم نتابع السكادول بتاع الصيانه. اول حاجه الدوكيمنت كنترول مسؤول عن كديبارتمنت مسؤول ان هو عن الاوبريشن بتاع الايكويبمنت الموجوده في الحيز اللي حواليه، يعني كل حاجه بتخص الدوكيمنت كنترول علشان السكانر، البرينتر، ايه تاني، الكوبي ماشين الموجوده عنده، هو المسؤول مسؤوليه تامه عن كل الصيانات بتاعه الحاجات دي. فلازم ان هو يتابع الصيانات الدوريه بتاعه الايكويبمنت اللي حواليه علشان ما يحصلش فيها تعطيل. لو حصل فيها تعطيل الايكويبمنت دي، اولا شغل هو اللي هيتعطل، شغل هو اللي هيتاخر، مفيش حد هيجي يساعده في الشغل لما يبقى وراه كم شغل باكلوج قد كده، مفيش حد هيقدر ان هو يساعده في القصص ان هو يخلصها. هيضطر ان هو لو اتاخر ساعه في اليوم ان هو ما عندوش الايكويبمنت بتاعته اللي بتساعده، اضطر يلاقي ان هو عنده باك لوج كتير جدا ممكن يقعد مضايقه مثلا بتاع اسبوع علشان يقدر يتخلص منه. فبالتالي مهم جدا ان الدوكيمنت كنترول يبقى متاكد ومتابع الصيانات الدوريه للايكويبمنت الموجوده في السايت. طيب سؤال تاني، احنا ايه الايكويبمنت اللي بتبقى موجوده عندنا في البروجكت؟ احنا طبعا معظمنا هنا بيشتغل في سايت يبقى موجود بره الهيد اوفيس بتاعه. ايه هي الايكويبمنت اللي بتبقى موجوده في السايتس غير ان هي الفوتوكوبي وايه تاني والبرينتر والسكانر؟ بتبقى مسؤوله برضو من الدوكيمنت كنترول ان هو يتابعها ويتابع حالتها وفي وقت ملاقاتها وبيستلمها مع الموبيلايزيشن. البلوتر، غير البلوتر سيرفر اف اني، تمام، ديسكتوبس، اوكي، بي سيز، electricity, rack, PC,
هارد ديسك، سي دي رايتر، لابتوب، ستامبس. تمام، بس الستامبس ما بتعتبرش من الايكويبمنت، تعتبر من التولز. نتوركينج بالظبط كده. في حاجة تاني؟ الفلاشات. اوكي، بس دي برضو تولز مش ايكويبمنت. طيب في بداية المشروع احنا طبعا بيبقى عندنا حاجة اسمها موبيليزيشن، اللي هي الفرش بتاعة السايت او المكان اللي احنا بنبقى متواجدين فيه للشغل. تمام، فهي دي الليست بتاعت التولز اللي بتبقى عندنا. اول حاجه الفرنتشر، تاني حاجه الانترنت كونكشن، الكيتشن سبلايرز، التليفون سيستم، فوتوكوبيرز اند برينترز، الكمبيوتر سوفت وير، الاستيشنري، الاستورج اكويبمنت، كولابريشن تولز، واخر حاجه الاوفيس ويست او ريسايكلينج تولز. دي الاكويبمنت اللي بتبقى موجوده، المين اكويبمنت. طبعا في حاجات تانية كتير غير الحاجات دي، بس دي المين ايشوز اللي احنا هنتكلم عنها النهارده، وهنقول ليه الدوكيمنت كنترول بيبقى مسؤول عنها. اولا الدوكيمنت كنترول والبي ام هم اول اتنين بيبقوا متواجدين في المشروع او متواجدين في السايت، اللي يبتدوا ان هم يجمعوا الكرو بتاعه او الفريق بتاعه. فالدوكيمنت كنترول من اوائل الناس اللي بتبقى موجوده في السايت، وده بيبقى من حسن حظه علشان يبتدي يحط السيستم بتاعه، يبتدي يقسم كل شغله بطريقه كويسه من بدايتها. لان بتبقى عندنا مشكله كبيره جدا في المواقع لما بيبقى الدوكيمنت كنترول جاي متاخر شويه عن التيم اللي موجود، فبيتفاجئ ان هو عنده كميه اوراق او كميه دوكيمنتس دخلت السايت بطريقه مش منظمه، وهو بياخد وقت كتير قبل ما يقدر يعرف يجمعهم ويقدر ان هو ينظمهم بطريقته. فلو من حسن حظه ان هو دخل في الاول، فهيبقى هو مسؤول ان هو يستلم كل الايكويبمنتس دي، ويبقى عارف استلمها من فين، مين اللي هيجي يعملها صيانه. ولازم مهم جدا ياخد باله ان هو ما يستلمش استلام شخصي لاي ايكويبمنت موجوده في السايت، لانه المفروض ان هو بيستلمها على مسؤوليه الشركه مش على مسؤوليته الشخصيه، عشان لا قدر الله لو حصل اي مشكله في السايت ما يجيش هو في الاخر اللي يتاخد عشان هو اللي ماضي على الورقه استلام شخصي. مهم جدا ان انت لما تيجي تستلم تبقى انت بتقول ان الحاجه دي استلام من الشركه هي اللي مستلمه الوضع ده. واي الكيتشن سبلايرز كونسيدرد؟ لان هو ممكن في وقت من الاوقات هو اللي يحط الكواليفيكيشنز بتاعت الحاجات دي او السباكس بتاعت الحاجات دي. وهنقول برضو ان دي هي ليه هنا، احنا ليه هنا حطينا هنا، لان دي من ضمن الحاجات المهمه اللي بتبقى موجوده في السايت. تمام، اول حاجه الفرنتشر. الفرنتشر في السايت بيبقى من الحاجات اللي بيجي يعمل لها موبيلايزيشن في الاول. لازم تكونسيدر شويه حاجات لازم نراعيها واحنا لما بنيجي نختار الفرنتشر اللي هيتحط في السايت. اول حاجه التكلفه، لازم ما يكونش مكلف جدا، لان هو بيبقى موجود في وسط بيئه كلها تراب وكلها حاجات، وكمان ان هي تبقى حاجات موجوده في المواقع، مش انت بعد كده بعد فتره المشروع المفروض انت مش هتستعمل الحاجه دي تاني، ممكن تتنقل موقع تاني بس مش هترجع بيها لهيد اوفيس عندك. فلازم اول حاجه تكون التكلفه بتاعتها تكون قليله، ولازم تكون تبع الميزانيه بتاعه المشروع. اتنين، لازم التصميم يكون تصميم انت بتستثمر فيه كل الاماكن الموجوده حواليك. انا ما بتكلمش على الفرنتشر اللي هي المكاتب بس، انا بتكلم كمان على الاكويبمنت اللي انت بتستعملها كدوكيمنت كنترول، كدواليب، كداسك مثلا انت بتحط عليه اللوح مثلا، او حاجات انت بتستعملها في الفايلنج. تمام، ثالث حاجه احنا برضو بنراعي المتانه، اللي احنا مش بنحتاج حاجه تكون مش متينه، علشان الشغل السايت بيبقى انت بتفضل ممكن السايت بتفضل موجوده فترات طويله، فبالتالي انت محتاج حاجه تعيش معاك لحد ما تخلص السايت بتاعك. لازم تكون كل الحاجه اللي انت هتجيبها هي موحده ونفس الذوق او نفس اللون، عشان ما يبقاش في حاجه باين ان هي ويرد في وسط الحاجات بتاعتك. بعد كده لازم تراعي السيفتي في اختيار الحاجات اللي انت هتحطها في المكتب، علشان لما تيجي تستعملها ما يبقاش حد ماشي بسرعه يتخبط فيها او يتعور فيها، او ان انت مثلا سايب اسلاك محطوطه في مكان مش امن، ممكن الناس تعدي وتروح وترجع فيه، فبالتالي ممكن حد يتكعبل في السلك ده يبوظ لك الاكويبمنت بتاعتك، وفي نفس الوقت هو يتعور. اخر حاجه توفير المساحه، لازم الاكويبمنت اللي انت هتستعملها او الفرنتشر اللي انت جايبه بتستعمله لازم يكون بيوفر لك مساحه كويسه جدا، علشان تقدر ان انت تتحرك بطريقه صحيحه. طيب اخر حاجه بنتكلم فيها، بنقول ان هو لازم يكون قابل للنقل، لان احنا كناس او كتيم شغال في سايت او في موقع، فبالتالي احنا بلازم ممكن نتنقل، ممكن يتعمل لنا موبيلايزيشن لاكثر من مكان. في المواقع بيبتدوا الاول ان هم يحطوا الكرو او الموبيلايزيشن في مكان في السايت، وبعد كده بيحتاجوا ان هم
ينقلوا المكان ده من مكانه هنا لمكان تاني مش هيستخدمه في السايت، فبالتالي النقل ده لو حصل ما يبوظش الحاجات الايكويبمنت النقل. تمام؟ فاول حاجه الفرنتشر ممكن انت تكون كدوكيمنت كنترول تكون مسؤول ان انت تحط السبيكس بتاعه الفرنتشر اللي انت هتجيبها في السايت عندك، او مش او تختارها، او ان انت ازاي تفرقها او تستلمها. فدي حاجه من ضمن التولز اللي احنا بنستعملها. تاني حاجه من الحاجات المهمه جدا ان هي تكون موجوده في السايت الانترنت كونكشن. لازم يكون موجود فيه وسيله من وسائل الاتصال بالانترنت، اذا كانت فلاش ميم فلاش مودم، او اذا كانت دي اس ال، او اي طريقه ايا كانت، عشان تقدر ان انت تتواصل مع المكتب الرئيسي بتاعك ومع بقيه البارتس الموجودين عندك في البروجكت. من غير الانترنت كونكشن هيبقى انت عندك مشكله كدوكيمنت كنترول ان انت تقدر تتواصل مع العالم الخارجي. فبالتالي الانترنت كونكشن لازم انت كدوكيمنت كنترول تبقى عامل عليها كنترول جامد جدا. لو انت عندك فلاش مودمز تبقى عارف كل واحده سعتها قد ايه وبتتجدد امتى ومين اللي موجوده مع مين، وانت عامل بيها ليست وعارف كل واحده مع مين وكل سيريال نمبر مع مين، عشان لو حصل فيها مشكله وحضرتك هتكونكت الهيد اوفيس عندك علشان يصلحها، ما تضطرش ان انت تقعد كل شويه تطلع تاخدها وتقعد تحطها عندك في فلاشه، وتبقى عارف محتاج ان انت تديري كل اللي انت المفروض تبص عليه ان انت تديري السيريال نمبر بتاع الفلاش مودم دي، وهو هيقول لك ان اذا كانت فيها مشكله او ما فيهاش مشكله. فدي برضو من الحاجات اللي الدوكيمنت كنترول بيتابعها. تمام؟ لوازم المطبخ او الكيتشن سبلايرز، احنا برضو بما اننا دلوقتي بقينا بنشتغل طول الوقت في السايت، وبما اننا ممكن السايت ما بيبقاش موجود في مكان حيوي ان انت تقدر تاخد الساعه البريك بتاعتك ان انت تروح تعمل فيها تجيب فيها اكل وترجع، فبالتالي بيبقى لازم في بعض السبيكس بتاعت البروجكت بتبقى لازمه المقاول ان هو يوفر كاتل مثلا للميه، ديسبنسر للميه، يكون موفر مثلا كوفي ماشين، ثلاجه، حاجه يسخن فيها الاكل، كل الحاجات دي، المايكرويف، كل الحاجات دي بتبقى موصفه موجوده في السبيكس بتاعت البروجكت. وحضرتك وانس ان انت بتستلم السبيكس دي بتقعد تراجع الايتمز اللي انت المفروض تستلمها من المقاول. يعني لو انت دوكيمنت كنترول شغال مع الكلاينت او شغال مع الكونسلتنت، فحضرتك بتمسك السبيكس سكشن بتاعت السبلايرز دي او بتاعت الايكويبمنت، وبتراجع ايه الايكويبمنت اللي جات لك في السايت وايه اللي المفروض ان انت تستلمها وايه اللي المفروض ان هي متوصفه عندك في العقد. بتراجعها ايتم ايتم وبتتاكد ان هي دي فعلا بنفس المواصفات بتاعتك، وتقول ان هي دي خلاص، وبتسلمها للاوفيس بوي اللي شغال معاك، وانت خلاص كده انت مالكش اي علاقه بيها. انت كل ما اللي عليك ان انت بتستلمها لما بتيجي تدخل السايت في الاول خالص، وبتقول ان هي دي خلاص ان هي كانت جايه بطريقه كويسه وان هي تمام، وبتعرف المواعيد الدوريه بتاعت الصيانه بتاعتها، وبتعرف لو هي ليها وارنتي او حاجه بتحتفظ بالوارنتي ده معاك علشان لو حصل لها اي دامج او حصل لها اي مشكله تعرف ان انت ترجع للشركه، او تعرف ان انت حقك في ان انت ترجع للمقاول ان هي لسه ليها وقت ان هي تحت الضمان، فبالتالي يقدروا ان هم الشركه تصلحها. هو ده المقصد. بس انت كدوكيمنت كنترول مش مسؤول ان هي خلاص موجوده في المكان بتاعها. انت وانس ان انت استلمتها وحطيتها في مكانها يبقى انت خلاص كده مالكش علاقه بيها. ساعتها بتتحول المسؤوليه بتاعتها للناس اللي شغاله في المكان ده. تمام؟ بعد كده بنتكلم على التليفون سيستم. طبعا في مواقع كتير جدا بتتعامل بالتليفون كونكشنز، او بيسموها ايه، بيسموها السيسكو مثلا، مش بتتعامل بالموبايل. فبالتالي هو بيجي يحط لك السيستم بتاع السيسكو مثلا، او اي سيستم هو عشان يشتغل بيه، او حتى لاند لاين بيبقى حاطه لك، وحضرتك المفروض تبقى عارف ان ايه اللي بيسموها ايه، البريزه، او بيسموها الفتحات بتاعه الكونكشن الموجوده عندك في السايت ايه شغال، وبتتاكد ان كل الفتحات دي مع الناس اللي بتيجي تعمل بالظبط كده. الناس اللي بتيجي تحط تركب التليفونات دي بتتاكد ان كل التليفونات كل الخطوط الموجوده دي هي كلها شغاله، وبتعرف هي انهي بالظبط اللي شغالين، انهي السلوتس اللي شغاله وانهي لا، علشان لما تيجي تنقل مكتب من مكان لمكان تبقى انت متاكد ان المكان ده فيه كل الكونكشن بتاعته، فيه انترنت كونكشن، فيه تليفون كونكشن، وفيه كل حاجه، وفيه الكتريستي، وان هو كله شغال. ده برضو من ضمن الحاجات المهمه في تسليمات المواقع، او لما بتيجي تستلم موقع لازم تتاكد ان كل المكان اللي عندك شغال بطريقه كويسه. فبالتالي في مواقع كتيره دلوقتي ما بتعتمدش على ان هي بقى عندها لاند لاين، وبتعتمد على الموبايل
على الموبايل، على خطوط الموبايل، ان هي تسلم لكل مهندس او كل حد شغال في السايت خط تليفون وموبايل، علشان هو هيبقى اسهل ان هو لو نزل موقع يعرف يجيبوه، او حد عاوز يقول له معلومه يعرف يوصله بالكلام ده. دي برضو الليست دي برضو بتبقى موجود مع الدوكيمنت كنترول في الاول، بارقام الخطوط بتاعتها، بالخطوط اللي هو مستلمها، بكل واحد استلم خطه امتى، وكل واحد اتدفع فاتورته امتى، وكل واحد عارف كل البيانات. كل البيانات دي برضو بتبقى مسجله عند الدوكيمنت كنترول، ولازم ان هو بيتابعها علشان لما يجي مهندس يسيب الموقع ويروح موقع تاني، او يسيب الشركه، او يعمل اي حاجه، هو اللي بيعمل له هاندنج اوفر لكل الايكويبمنت اللي بتبقى موجوده معاه، شخصية بتبقى موجودة معاه، لأن هو اللي بيسلم له الحاجات دي لكل المهندسين اللي بيجوا، هو اللي بيسلم لهم الحاجات دي باي هاند، يرجع في الآخر يستلمها منهم في الهاندينج أوفر علشان يرجع يسلمها عنده في الأمانة. تمام؟ ده كده بالنسبة للتليفون سيستمز. طيب إيه تاني؟ الحاجات بقى الأساسية بتاعة الدوكيومنت كنترول اللي هي الفوتوكوبي أند برينتر. تمام؟ دلوقتي البرينتر مهم جدا ان احنا نبقى عارفين مواعيد الصيانه بتاعتها قد ايه. لازم تتاكد ان السبيسيفيكيشنز بتاعت البرينتر هي فعلا اللي انت استلمتها، ما تستلمش حاجه اقل من السبيكس الموجوده عندك. البرينتر والفوتوكوبي والسكانر دلوقتي هما كلهم بيبقوا في اكويبمنت واحد، في منهم بيبقى موجود على المكاتب الشخصيه كمثلا كبي ام او كار اي مثلا، بيبقوا هما حابين ان هما يبقى عندهم حاجتهم الشخصيه عشان مش كل شويه يطلعوا يجيبوا من الفوتوكوبير اللي بره. وفي ناس بتقول لك لا انا هجيب واحده لكل الموقع، والموقع كله يتعامل معاه. مش شرط، ممكن تكون من صلاحيات اداره تكنولوجيا المعلومات، بس في المواقع الصغيره يا استاذ ابراهيم الدوكيمنت كنترول بيبقى هو اللي شامل كل ده. لو انت الموقع بتاعك عدد المهندسين اللي فيه مش كتير، مش هتلاقي عندك اي تي، ومش هتلاقي عندك الناس دي ان هي هتتابع كل ده. ساعات في وقت من الاوقات بيبقى ده مسؤوليه الدوكيمنت كنترول على حسب الحجم بتاع البروجكت بتاعك. تمام، نرجع تاني للفوتوكوبير اند برينتر. الات التصوير اللي موجوده عندك في المكان هي مسؤوليتك انت الشخصيه، لانك اي حاجه بتبوظ فيها انت اللي بتتعطل في شغلك. فبالتالي مهم جدا ان انت تراعي ان لو الحبر بتاع الورق وانت بتطبعه خف، لازم تاخد بالك ان هل الكارترج محتاجه تتغير، هل الكارترج بتتغير، هل الحاجات اللي هي محتاجه ان هي بتاعه الويست بتاعه الحبر دي، هل هي اتنضفت ورجعت في مكانها في وقتها الطبيعي ولا لا. الحاجات دي لازم تاخد بالك منها، ولازم تعرف كمان ان تعرف المواعيد الدوريه بتاعه الصيانات بتاعه الاكويبمنت دي كل قد ايه، علشان تتابع مع الناس عشان تيجي تعمل الصيانه عليها. تمام، ايه كمان؟ الكمبيوتر سوفت وير. السوفت وير انا بالنسبه لي يعني من خبرتي قبل كده ان المقاول وانس ان هو بيستلم اللايسنس بتاعت اي بروجرام، بيجي يحط لك البيسز، الاجهزه بتاعت الكمبيوتر بتاعتك، بيسلمها لك كدوكيمنت كنترول، سلمك مثلا 10 اجهزه، انت مثلا عندك 10 مهندسين او عندك 5 مهندسين، فبالتالي بيجي يسلمك ال 10 اجهزه وبيدي لك اللايسنس بتاعتهم فوقيهم. اللايسنس دي بتبقى اغلى حاجه ممكن تكون في مكتبك انت كدوكيمنت كنترول موجوده عندك، وسهل جدا ان انت ما تاخدش بالك منها. فمهم جدا انت تبقى حاطط اللايسنس بتاعه الاجهزه بتاعتك دي او بتاعه البرامج دي في مكان مقفول ومحدش يعرف يوصل له غيرك، علشان ما تحصلش مشكله. اللايسنس دي كلها او السوفت وير طبعا برضو بتبقى موصفه في العقد بتاع البروجكت، وبيبقى معروف انت هتشتري كل حاجه قد ايه وكام يوزر وكل الحاجات دي. دي برضه محتاج ان انت تعمل لها ليست وتتابعها علشان تتابع الاكسبيري ديت بتاعها هيبقى امتى، وتبلغ من قبليها البي ام او تبلغ من قبليها الناس المختصه ان الاكسبيري ديت بتاع الحاجه دي لما هتنتهي، او لما هتعمل البرنامج ده هيقف معاك. فمن ضمن الحاجات المهمه جدا الكمبيوتر سوفت وير، ان هي برضه بتعتبر من الاكويبمنت الموجوده عندك في السايت، واللي محتاج ان انت تراعيها، ومحتاج ان انت تاخد بالك من الاوقات بتاعتها ايه اللي ممكن يحصل فيها. تمام، طبعا احنا عندنا في البروجكت اللي احنا شغالين فيها دلوقتي اهم حاجه ان انت تشتغل فيها، اول حاجه تكون اللي هي ام اس اوفيس، لازم يكون موجود عندك، لازم يكون موجود عندك بي دي اف رايتر، لازم يكون موجود عندك الكاد. ايه تاني؟ في برامج ممكن نكون بنبقى محتاجينها في السايتس. في حاجة تانية غير دول؟
ما هو الأوفيس وإيه تاني؟ والريفت صح، والريفت برمافيرا بي دي اف وكاد، هما دايما دايما اكتر حاجة احنا بنستعملها اوفيس بي دي اف كاد. البيم ده في حالة ان انت هتدخل، ان انت اصلا عندك سوفت وير انت هتشتغل بيه، ان انت عندك اصلا برنامج هتشتغل ابليكابل على البروجكت كله. لما هو ما بيعتبرش سوفت وير لان هو ما بيشتغلش لوحده، هو ضمن الكاتيجوري كلها. الفوتوشوب بالظبط كده. نيجي بعد كده نتكلم عن الاستيشنري. دي من اهم الحاجات اللي بتبقى مسؤوليه الدوكيمنت كنترول. مهم جدا الدوكيمنت كنترول يبقى عارف ايه السبلايرز اللي هو محتاجها. ككونسلتنت ما بيبقاش عنده حد للبرشيزنج، يعني دايما الكونتراكتور على قد ما بيبقى شغل الدوكيمنت كنترول لما بيشتغل مع الكونتراكتور بيبقى كتير، على قد ما هو في حاجات هي براهم هو ما بيعملهاش. بس الكونسلتنت على قد ما التاسك بتاعته بتبقى مراجعه الدوكيمنتس بس، واستلام الدوكيمنتس ومراجعتها وتسليمها، على قد كده بيبقى فيه عنده تاسكس تانيه ملوش ناس بتشتغل عليه. تمام؟ يعني الكونسلتنت مثلا ما بتلاقيش شغال معاه مثلا حد بتاع اي تي، دايما بيعتمد على الاي تي اللي موجود مع المقاول، او بيعتمد على الاي تي اللي موجود عنده في الهيد اوفيس، ان هو مثلا بيجي له مره في الشهر او بيجي له مرتين في الشهر وخلاص على كده. اي مشكله بتحصل عنده في الـ في الاكويبمنت بتاعته، في الكمبيوتر، في اللابتوب، في الكونكشنز عنده، مضطر ان هو يقعد يصلحها بنفسه، او بيشوف بيها هو اللي بيعمل الكونكشن عشان يقدر يصلح الحاجه دي. طيب بالنسبه للسبلايرز برضو الاستيشنري هو اللي بيعمل الاوردر الاستيشنري لوحده بما فيه الطلبات بتاعه الاوفيس. يعني انا بالنسبه لي الموقع بتاعي باعتبار ان هو موقع صغير، فانا اللي بعمل فيه الاوردر بتاع الاستيشنري لكل حاجه في السايت. فمحتاجه ان انا محتاج ان انت وانت بتعمل الاوردر ده ان انت تفكر في تفاصيل، يعني ايه، تعرف ان انت تعرف الافريج بتاع الاحتياجات بتاعتك كل شهر، وتعمل فوق الافريج ده تعمل عليه ريزيرف، بحيث ان انت لو حصل عندك مشكله او اتاخرت عليك الطلبيه اللي جايه انت ما توقفش. يعني زي مثلا انا مثلا واحده من الناس بستعمل مثلا رزمه في اليوم، تمام، رزمه ورق بتتحط في البرينتر او بتتحط في الكوبي ماشين، بستعملها هي واحده في اليوم. وانا مثلا عندي الكرتونه فيها خمس رزم، تمام، فهقول انا محتاجه كام واحده في الشهر علشان تكفيني الشهر. زي مثلا انا بشتغل 25 يوم، انا محتاجه 25 رزمه، 25 في 5 يعني انا محتاجه في الشهر 5 كراتين، تمام. فلما اجي اطلب الاوردر بتاعي ما اطلبش 5 بس، لان انا وارد ان الطلبيه ما تجيليش في اخر يوم انا محتاجاها، او في اول يوم انا هطلبها هتجيلي بكره تاني يوم، فهضطر ان انا بدل ما اعملهم 5 مثلا اعمل 20% ريزرف. ممكن اقول مثلا ايه، انا مش هطلب 5، انا هطلب 7، واخلي الاثنين دول ريزرف لان انا ممكن احتاجهم، ممكن الورك لود بتاعي يبقى زياده الشهر ده، ممكن حد تحصل عنده مشكله مثلا في ديبارتمنت تاني، او حد يحتاج ان انا ادخله برينتر عشان مثلا بيخلصوا البامت مثلا او اي حاجه من كده، فاستهلاكه في الورق الشهر ده كتر شويه، فمحتاج ان انا اخلي ريزيرف ال 20% في كل حاجه. قيس بقى في الطلبات بتاعت السبلايرز بتاعتك دي على كل حاجه. لو انا مثلا عندي في البروجكت مثلا عندي 5 مهندسين، فانا مثلا بشتري السبلايرز او ان انا بجمع الاوردر بتاع السبلاير بتاع الاوفيس مثلا بتاع الشاي والسكر والقهوه، فبقعد اقول مثلا يعني لو كل واحد هيشرب مثلا كوبايتين شاي في اليوم مثلا، يبقى انا محتاج كده ان انا احسبها ان انا كل يوم هيبقى عندي 10 بيات شاي، تمام. فبالتالي كل حاجه من دول هحاول ان انا اجمعها على اخر الشهر على 25 يوم هتبقى بكام، واسيب فيها ريزيرف 20%، واعمل ليست كل السبلايرز اللي انا بحتاجها في البروجكت عندي فروم A تو Z، واجي كل شهر احدد بس الحاجات، احط الكوانتيتيز قدام الحاجات دي عشان اوفر الوقت اللي انا هقعد اطلب فيه السبلاير، ما انساش حاجه واقول اه ده دي كان المفروض ان انا طلبتها الشهر اللي فات ونسيت اطلبها الشهر ده. فبالتالي انت بتيجي تعمل تشيك كده على اخر الشهر عندك في الحاجات الموجوده عندك السبلايرز، اذا كانت اقلام، اذا كانت ستيكي نوتس، بلوك نوتس، هايلايترز، اي حاجه من الحاجات دي. طبعا انت كدوكيمنت كنترول مسؤول مسؤوليه تامه على كل الادوات المكتبيه اللي انت بتحتاجها او ان السايت بيحتاجها. ما ينفعش حد يجي يسالك على نوع قلم معين او على مسطره او على ستيكي نوت او اي حاجه زي كده وتقول له لا انا ما عنديش ستوك من الحاجه دي. طالما انت عقدك بيقول ان انت الحاجات دي متوفره عندك في السايت، يبقى لازم انت كدوكيمنت كنترول تبقى متوفره عندك في الستوك بتاعك. كل شهر قبل ما تيجي تعمل الطلبيه بتاعتك تبص بصه كده على الدولاب بتاع الاستيشنري بتاعك، تشوف ناقصه ايه وعندك ايه. الحاجه اللي عندك خلاص تمام، لو هي هتكفيك تبع الريزيرف بتاعك انت عارف استهلاكك منها قد ايه،
وهتكفي معاك كمان الريزيرف ال 20%، يبقى خلاص كده ما تطلبهاش الشهر ده، واعمل قدامها الكوانتيتي بتاعتها زيرو علشان ما تتحسبش في لما تيجي تعد في الاخر في الفاينل اوردر. تمام. طيب بقيه الحاجات التانية ابتدي حط الكوانتيتيز بتاعتها زي ما انت متعود ان انت هتعرف، وشويه شهر عن شهر هتبقى انت عارف الطلبات بتاعتك بتبقى في حدود قد ايه، بما فيها الاوراق، بما فيها الاحجار، بما فيها الاقلام، كل حاجه، بما فيها الفايلز اللي انت بتستعملها، كل ما يخص الادوات المكتبيه والمشتريات الخاصه بيك ككونسلتنت لازم حضرتك تحطها في ليست معروفه، هتطلبها مره واحده في الشهر، مش هتطلبها اكتر من مره، علشان لما تبعت الاوردر بتاعك ويجي يتحاسب عليه بعد كده في البيمنت يبقى هي فاتوره واحده اتحاسبت عليها في كل حاجه. تمام. ده كده بما يخص الاستيشن. بعد كده الاستورج ايكويبمنت كنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت في الفايلنج، وهنرجع التاني النهارده نتكلم فيها. معدات التخزين مهمه جدا وانت بتستلم الايكويبمنت بتاعتك، ان انت هتبقى متاكد وعارف ايه شكل المعدات، الحاجات بتاعه التخزين بتاعتك او الحاجات بتاعه الفايلنج بتاعتك هتناسبك ولا مش هتناسبك. مهم جدا ان انت تتاكد ان الحاجات دي بتتقفل بمفاتيح، ان في جزء منها بيتقفل في جزء منها مش بيتقفل. مهم جدا ان انت تتاكد من الروم اللي انت بتستلمها علشان تخليها فايلنج روم او تخليها ستورج روم ليك. مهم جدا ان انت تتاكد ان ما فيهاش فتحات، ان يكون التهويه فيها كويسه عشان الورق ما يسحش على بعضه، او الحبر بتاع الدوكيومنتس بتاعتك ما يسحش على بعضه. مهم جدا ان انت تبقى متاكد ان ان ليها مصدر تهويه، ان هي ان ال الروم دي بتتقفل بمفتاح، والمفتاح ده بيبقى فيه كوبي معاك منها، في كوبي تانية مع البروجكت مانجر، بس مفيش حد تاني يقدر ان هو ياكسس الروم دي غيرك. ففي شوية تفاصيل كده لازم تاخد بالك منها، لازم تعرف نوعية الفايلز اللي انت هتعرف تستعملها في الكابينتس دي بالظبط كده، ما بيصلهاش ولا رطوبة ولا مطر. اهم حاجة ان انت اول ما تستلم الروم بتاعتك تتشك عليها على كل الفتحات اللي موجودة في الأوضة دي أو في الروم دي، وتبقى متأكد إن هي ما فيهاش حاجة ممكن ما تدخلش، مش هيدخلها حشرات، مش هيدخلها مية، مش هيدخلها تهويتها كويسة جدا، ما يكونش فيها أشعة الشمس بتبقى موجودة، لو في أشعة الشمس بتضطر إن أنت تقفل الحاجات دي بستاير أو تحط عليها ورق على الإزاز علشان ما يبوظلكش الفايلات أو ما يغيرش لون الفايلات، فتضطر أنت كل شوية تغير الفايلات بتاعتك والورق اللي فيها لونه يبهت وكلام من كده. فكل الحاجات دي لازم تاخد بالك منها علشان لما تيجي تحط الفايلز بتاعتك او تيجي تعمل فايل. تمام. من الحاجات كمان اللي احنا بنستعملها في السايت الكولابريشن تولز، اللي هي الادوات التعاونيه او الادوات المساعده اللي احنا بنتعامل مع بعض فيها في السايت، زي مثلا البروجيكتور، زي الوايت بورد، زي الحاجات دي. الحاجات دي مهمه جدا ان هي تكون موجوده في السايت، مهمه جدا لو انت بتطلب مش الاستيشنري، ان انت بتعمل السبيكس بتاعت البروجكت بتاعتك دي في السبلايرز اللي زي كده. مهم جدا انت تاخد بالك ان لازم يكون في موجود بروجكت في الميتنج روم، لازم يكون في وايت بورد، عشان لو في حاجه انتوا بتتناقشوا فيها كتكنيكال مثلا، او في التيم بتاعك بيتناقش التكنيكال في حاجه زي كده، مهم جدا ان هو يبقى عنده حاجه زي كده علشان يقدر يستعملها، لان مش هينفع كلهم قاعدين في ميتنج وبيتعاملوا بالورقه والقلم، هيبقى صعب قوي جدا عليهم الموضوع ده. تمام. دي كده الادوات التعاونيه اللي احنا بنتعامل فيها. اخر حاجه بنتكلم فيها اللي هي الاوفيس ويست اند ريسايكلينج تولز. طبعا دلوقتي كل الناس ماشيه في اتجاه ان احنا نعمل ريسايكلينج لكل حاجه احنا بنستعملها، فدايما التولز بتاعه الريسايكلينج دي لازم تبقى موجوده زي ما موجوده عندنا في الهيد اوفيس، في حاجات كتير في كل حته في الهيد اوفيس عندنا، لازم برضو تبقى انت حريص ان هي تكون موجوده عندك في السايت. مهم جدا ان انت كدوكيمنت كنترول يكون عندك شريدنج ايكويبمنت، equipment مسؤولة عن إن هي تتخلص من الورق المهم اللي أنت مش عاوز حد يشوفه تاني، بدل ما تقعد تقطعه المهم مهم إن هو يكون موجود shredding tools دي علشان تقدر إن أنت تتخلص من documents المهمة اللي أنت مش عاوز حد يشوفها كده، عقد مثلا ولا أي حاجة من كده. تمام. إيه تاني؟ طيب إحنا ليه مهمة عندنا إن إحنا نعمل صيانة الدورية بتاعتنا دي؟ ايه اهمية الصيانة اللي احنا بنعملها؟ يا جماعة رحتوا فين؟ الاستمرارية، اهمية الصيانة الدورية اللي احنا بنعملها للإيكوبمنت اللي احنا اتكلمنا عنها.
سموث اوبريشن عدم تأخير العمل، تمام، استمرارية، تجنب التوقف المفاجئ. بالظبط كده. أول حاجة تجنب تعطيل الماكينة والإصلاحات المكلفة. المكنة أي إيكوبمنت عندي لو تعطلت فجأة هتكلفني وقت علشان في الشغل، هتكلفني شغل كتير يتعطل عليا، وهتكلفني إن هي فيها حاجة، فيها جزء من ال فيها حاجة جواها اتعطلت، فأنا محتاجة إن أنا أعمل لها قطع غيار، أو محتاجة إن أنا أجيب لها حد مخصوص زيارة مخصوص للصيانة علشان يجي يقعد يعمل لها صيانة. فبالتالي كل ده هيبقى هدر في الوقت عندي، وهدر في التكلفة كمان، لأن هيبقى عندي تكلفة زيادة إن أنا عملت زيارة مش طبيعية، فبالتالي هو هيجي ياخد تمن الزيارة وهيغير مثلا أي قطعة غيار عنده، فهيضطر إن أنا كده برضو هدفع تمن قطعة غيار. فأول حاجة تجنب إن أنا تتعطل عندي أي ماكينة، وإن أنا أعمل إصلاحات مفاجئة أو تكلفة إضافية للتكلفة بتاعتي. تاني حاجة تقليل وقت التوقف عن العمل. لما أنا بعمل كده أنا بقف وقت طويل جدا، وببقى مش عارفة إيه الوقت ده اللي ممكن يحصل فيه. لما باجي في وقت من الأوقات إن أنا بيبقى عندي هيدك أو بيبقى عندي أوفرلود على إيكويبمنت معينة أنا شغالة عليها، زي مثلا في الوقت مثلا اللي أنا باجي أقدم فيه مستخلصات، بيبقى بين كل الناس عاوزة تخلص المستخلص في وقت واحد، وبالتالي بيبقى فيه كمية وقت، في كمية ورق كتيرة بتطبع في وقت واحد. فلو انا مش عامله الصيانه الدوريه بتاعتي للايكويبمنت دي او للتولز اللي انا شغاله عليها دي، هلاقي نفسي ان انا ممكن تيجي في وقت انا محتاجه فيه الشغل ده يخلص في ثانيه، الاقيها ان هي اتاخرت عندي ساعتين. فبالتالي محدش هيستحمل التاخير ده، هتلاقي كل الناس متضايقه ومش عارفه تعمل ايه، وكل الناس ما عندهاش حل ان هي تعمل حاجه ثانيه. لو انا ما عنديش حاجه بديله، فبالتالي هي هتوفر معايا الوقت والمجهود في الكلام ده. تالت حاجة بتحسن أداء الآلة اللي أنا بعملها، يعني ده بيخلي إن دايما الآلة عندي أو الإيكويبمنت دي شغالة بالأداء بتاعها الكويس، اللي هو طول الوقت بيديني النتيجة اللي أنا مستنياها منها. لأن لو أنا ما عملتش الصيانة بتاعتها دي، هلاقي فجأة إن هي ما بقاش أداءها زي ما هو 100% زي ما أنا متعود منها، هلاقي أداءها يبتدي يقل يقل لدرجة إن هو يبقى أداء مش مقبول. يعني أنا بالنسبة لي بشوف دوكيومنت كتيرة باجي أستلمها مثلا في الموقع عندي، بكتشف إن في وقت من الاوقات بيبقى في دوكيومنتس اصلا مش متشافه، انا مقدم لي ورقه انا مش عارفه اقراها. ده بيبقى نتيجه عدم الصيانه الدوريه، ده بيبقى نتيجه ان هو طبع الورقه مره مش واضحه 80%، جت المره الثانيه سكانت وصورها وطبعها في حاجه ثانيه بقت مش واضحه، بدل ما هي 80% بقت 60%. شويه شويه بتبتدي تحس ان الورق اللي انت بتتعامل بيه او الدوكيومنتس اللي انت بتتعامل بيها دي مش واضحه تماما، لانها تم ان هي اتصورت وبقت في كل مره ادائها بيقل وانت ما خدتش بالك، غير لما في الاخر ما بقتش عارف تقرا الورق اللي قدامك ده. فدي حاجه مهمه جدا ان احنا نخلي بالنا من الحاجات دي. حاجه تانية المساعده والاصلاح الفوريين لكل الحاجات دي. ان انا لما انا بحاول ان انا دايما طول الوقت انا بعمل لها صيانه في وقتها، بلاقي ان السوفت وير دايما عندي بيتعمل له ابديت طول الوقت. ما اجيش استنى ما بيبقاش عندي ايكويبمنت ما تعملهاش صيانه مثلا من 3 سنين مثلا، وفجاه اكتشف ان السوفت وير ده اتغير، وان التولز دي اصلا لازم تتحط عليها حاجه تانية، وان الايكويبمنت دي كده مش نافع، واضطر ان انا اغير الايكويبمنت كلها بحالها. بدل ما انا كنت بعمل صيانه دوريه فكل شويه بيتحط لي عليها مثلا ياخد باله من السيور، بياخد باله من الاسلاك، بياخد باله من الحاجات دي، لو هي فيها مشكله هتبقى صغيره، اكتشف ان هي بقت مشكله كبيره جدا علشان هي محدش قدر ان هو يكتشف المشكله بتاعتها الاساسيه دي. تمام. فمهم برضو ان انا اخلي بالي من التجديد بتاع السوفت ويرز بتاع الاجهزه، لان دلوقتي زي ما احنا عارفين كل الايكوبمنت اللي احنا بنشتغل عليها بقت دلوقتي معظمها متصل بالانترنت، فبالتالي الانترنت بيبقى محتاج سوفت وير معين. فلو انا مش بتابع معاهم الابديت بتاع السوفت وير ده، هاجي في وقت من الاوقات هلاقي ان الماكينه دي او الايكوبمنت دي مش قادره ان انا اعمل اخد منها اي نتيجه، لان انا مش عارفه اوصل لها، ما بقاش في حد بيتابع الصيانه بتاعتها، ما بقاش في حد بيتابع السوفت وير بتاعها، ما بقاش في حد عارف يصلح المكنه دي. فبالتالي لما هاجي ابيعها هلاقيها ان هي بتخسرني حاجات كتير. في شركات كتير او في مواقع كتيره لما بتبقى بالنسبه لهم المشروع بتاعهم مش هيطول كتير، بيبقى بالنسبه لهم ان هم ياجروا ايكويبمنت اسهل كتير من ان هم يشتروها، لان في الشراء انت بتاخد الحاجه عندك بتبقى بتعتبرها اسيت، اي نعم، وهي بتاعتك تمام، وتاخدها بعد كده. بس بعدين الايجار بيبقى اسهل له، لان الايجار هي فتره وهيرجعها تاني للشركه بتاعتها، ولما يجي المشروع تاني هيأجر حاجه احدث منها، ومش مضطر ان هو يكمل بالتولز او الايكوبمنت القديمه بتاعته كل المشاريع بتاعته اللي هو بيكملها. تمام. طيب هناخد جزء صغير النهارده تاني في الاستورج اند سكيورتي. حد كده عنده اي اسئله في الجزء اللي فات؟
تمام. طيب تمام، ناخد بريك 10 دقايق ونرجع نكمل إن شاء الله الساعة 9 بالظبط. تمام.
السلام عليكم، انت كده سامعني؟ يا جماعة كده في صوت؟ تمام، نرجع بقى تاني لآخر موضوع معانا النهاردة، storage and security. طبعا احنا كـ document controllers لازم يبقى عندنا archive room أو filing room، نحط فيها كل الفايلز بتاعتنا والسامبلز والحاجات اللي انا ببقى شايفه ان هي مهمه جدا ان هي يحصل لها فايلنج. الروم دي بتبقى مسؤوليه شخصيه للدوكيمنت كنترول، اي حاجه هيحصل لها ديستروي او دامج في الغرفه دي هتبقى مسؤوليه الدوكيمنت كنترول. تمام، طيب مهم جدا ان احنا نعمل شويه شروط كده عشان الايكوبمنت. احنا قلنا طبعا خلاص المفروض ان احنا استلمنا الروم دي وتمام، خلاص احنا استلمناها، هي مش ما فيهاش، ما بتدخلش اي حشرات، ما فيهاش اي فتحات، التهويه بتاعتها كويسه، ما بتدخلهاش اشعه الشمس، فيها اضاءه كويسه عشان لو في حد كان سهران وبيدور على حاجه في وقت بالليل مثلا يعرف ان هو يوصل الدوكيومنتس بتاعته. بس مهم جدا ان احنا نحط شويه شروط ان احنا ازاي نقدر نكنترول على الستورج روم دي. يا ترى ايه ممكن الشروط اللي احنا نحطها او الرولز اللي احنا نحطها للروم دي علشان نقدر نكنترول التعامل معاها؟ حد عنده فكره؟ نستعمل فيها ايه كمان؟ نستعمل فيها التولز والاثكس اللي احنا خدناهم من المحاضره اللي فاتت في الفايلنج. فاير الارم بالظبط كده، ده اهم حاجه. فاير الارم والفاير فايتنج من اهم الحاجات اللي لازم تبقى موجودة بكثرة عندنا في روم زي دي، لازم تكون موجودة بره الأوضة علشان لا قدر الله لو حصل أي حريق أو حصل أي مشكلة يقدر اللي بره وهو داخل ياخد التولز معاه فيقدر يسيطر على الحاجة اللي لا قدر الله ممكن تحصل. التحكم في الدخول والخروج طبعا، CCTV تمام، كمان جيت التهوية. ما احنا خلاص احنا اتكلمنا في الريجستر، يعني ايه ريجستر؟ استاذ ايهاب حضرتك تقصد ايه بموضوع ريجستر؟ الاضاءة كافية تمام، ناخد في اعتبارنا كل اجراءات السيفتي بتاعت المكان. طيب خلاص خدنا الاجراءات، ريجوليشن عشان التعامل مع الفايلز دي، هل اي حد يقدر يدخل يتعامل مع الفايلز بتاعتي اللي جوه؟ طبعا انا المفروض ان انا حاطط الفايلز في الكابينت بتاعتي، والمفروض ان هي ليها اندكس وليها كل فايل، كل رف من الفايلز دي معروف ان هو موجود عليه ايه نوعيه الفايلز اللي موجوده ومن كام لكام، محطوط كل البيانات دي في اندكس موجود على الكابينت من بره علشان اي حد يدخل يقدر ان هو يتعامل فيها. بس هل مصرح لاي حد في الشركه او اي حد في المشروع ان هو يدخل يتعامل مع الدوكيومنتس دي؟ طبعا لا، لان لازم يتعامل من خلال الناس اللي مصرح ليهم بس ان هم يدخلوا يتعاملوا مع الفايلز دي. زي مثلا احنا 5 document controllers موجودين في الديبارتمنت، من حقنا بس احنا 5 ان احنا ندخل بس المكان ده، او من حق المكتب الفني، يبقى معروف مين اللي من حقه ان هو يدخل الروم دي، مين اللي من حقه ان هو يتعامل مع الفايلز عشان لو حصل فيها اي مشكله جوه تقدر ان انت تجيب مين الناس اللي بتتعامل في الاوضه دي. لو سيبناها مفتوحة لكل التيم بتاع السايت، ساعتها لو حصلت فيها أي مشكلة أو لو فايل ضاع أو لو حصل فيها أي مشكلة أو لو حصل دامج لأي فايل من اللي جوه، هتيجي أنت مش هتقدر تحاسب حد. فمهم جدا إن هو يحذر، إن إحنا نحذر دخول أي حد غير مصرح ليه من التيم بتاع الدوكيمنت كنترول أو من حد من موجود. ما عنديش مشكلة إن أنت هتدخل، إن شاء الله حتى هتدخل نص المشروع، بس يبقى معروف إن هي الناس دي بس هي اللي مسؤولة عن الفايلز اللي جوه دي، تحديد سماحية الدخول والخروج. بالظبط كده، ده واحد. اتنين، لازم تكون كل الايكويبمنت او الكابينتس الموجودة عندي يكون ليها ان هي تكون قابلة للقفل، يعني لازم تكون ان انا اعرف ان انا اقفلها بمفتاح، بالذات الحاجات المهمة. مهم جدا ان الحاجات اللي بتبقى confidential، الحاجات اللي هي ما ينفعش ان هي تبقى موجوده مفتوحه بالمنظر ده، لازم تكون مقفوله بقفل، ويبقى القفل ده يكون لوكت بالظبط، ويكون المفتاح بتاع اللوكر ده يكون موجود مع واحد
بس موجود في التيم او موجوده مع البي ام عشان نقدر نسيطر على الايكويبمنت دي ونسيطر على الدوكيومنتس بتاعتنا دي. طيب ايه كمان؟ ان انا لازم استخدم الكابينتس تكون فولاذيه، ما تكونش من الانواع اللي هي ممكن تحط عليها الفايز تقع، عشان تتجنب اي دامج يحصل في المكان، وعشان تقدر تخزن عليها الرسومات بتاعتك وتخزن عليها المستندات بتاعتك بطريقه كويسه. تمام، لازم يكون مكتب الدي سي سي مجهز بكل الفاير فايتنج الموجوده عندك عشان تقدر تتعامل فيها بطريقه كويسه. لازم الموظفين الموجودين اللي هيتعاملوا في الفايلز او اللي هيتعاملوا في مع الروم دي يكونوا عارفين ان هم يتعاملوا مع اي فاير تحصل او مع اي مشكله تحصل في السايت. لازم يكونوا واخدين اندكشن مثلا لكورس بتاع سيفتي علشان يقدروا يتعاملوا مع الحاجات دي. بالظبط، برافو. ممكن نحط برضو كاميرات مراقبه داخليه للغرفه علشان لو حصل اي مشكله في الغرفه نقدر ان احنا نراجع الكاميرات ونعرف مين اللي دخل في الغرفه دي. لازم الغرفه دي تكون ليها قفل من بره او مفتاح مهم من بره علشان الناس تعرف ان وانت ماشي تقفل على الحاجه وتبقى جاي متاكد ان انت اخر حد قفلته وان انت اول حد هتيجي تفتح تاني من الصبح. حاجه تانيه، لازم تكون الغرفه دي مفصوله عن غرفه الدوكيمنت كنترول علشان غرفه الدوكيمنت كنترول ما تبقاش وارد ان حد يدخل فيها يسال على حاجه يعمل بتاع، ما تبقاش ان الغرفه دي هما الاثنين غرفه واحده، فبالتالي ما تقدرش انت تسيطر على الفايلز او الدوكيومنتس الموجوده عندك. لازم تكون فعلا غرفه واسعه وتكون فيها ديسك علشان تقدر تعمل فايلنج، عشان لما تيجي تطلع فايل من مكانه ما تفضلش انت حاطه، ما تفضلش ماسكه في ايدك وانت بتعمله، لازم تكون قادر ان انت تحطه في مكان وتكون درجه الحراره بتاعتها طبيعيه علشان اللي يدخل يدور على حاجه او اللي يدخل يعمل فايلنج للحاجه ما يبقاش واقف زهقان او ما يبقاش تعبان، وعشان كمان تحافظ على جوده الدوكيومنتس الموجوده عندك ما يحصل لهاش اي مشكله. في حاجة تانية نسيناها من أي حاجة من حاجات الـ documents أو من الـ regulation المفروض إن إحنا ناخدها مع الـ storage room؟ ليه بس يا أستاذ إسلام هتوصل استقالة حضرتك ليه؟ أستاذ إسلام بيقول والله أنا في نفس المشكلة اليومين دول وهتوصل لاستقالتي، ليه المشكلة؟ هو الفايلنج ده الصراحة يعني تبقى أكتر حاجة بتبقى مجهدة ومقلقة في السايت. طيب نراجع بس كده مع بعض الجزئية دي بتاعت الاستورج روم. احنا أول حاجة قلنا إن هي لازم تكون تحت المراقبة علشان نقدر إن احنا نعرف مين دخل ومين خرج ونقدر نوصل لو في حصلت فيها مشكلة. اتنين، ان احنا ما يبقاش حد بيدخلها غير المصرح ليهم بالدخول من افراد الدي سي سي او من منطقه العمل بتاعتهم، بس لازم تكون مفصوله عن المكتب بتاع الدوكيمنت كنترول علشان لو حد عشان تقدر ان انت تقفلها طول الوقت. لازم يكون ليها مفتاح والمفتاح ده مع الدوكيمنت كنترول ومع البي ام بس. لازم تكون الكابينتس الموجوده فيها تكون قابله ان هي تكون للغلق عشان تقدر ان انت تقفلها لو عندك دوكيمنتس مهمه او كونفيدنشال. لازم يكون فيها فاير فايتنج ويكون فيها نظام انذار للحريق علشان تقدر تسيطر على اي مشكله تحصل فيها لا قدر الله. وقلنا اخر حاجه لازم الموظفين يكونوا متدربين على التعامل مع الحوادث اللي زي كده علشان يقدروا يتعاملوا بطريقه صحيحه فيها. تمام، انت حضرتك محتاج، استاذ اسلام بيقول ان هو محتاج غرفه اضافيه ومدير عنده رفض. والله هي دي مشكلتنا فعلا، في الاخر لما اخر ما بنزهق احنا بنعمل فايلنج في الطرقه بتاعه السايت اخر ما بنلاقيش مكان، لان احنا فعلا دي في اخر المشروع كل الاركايف روم او الاستورج روم بتخلص وبتلاقي فعلا عندك فايلز تانية انت مش عارف تحطها فين فبتضطر ان انت تسيبها في اهل. فعلا مشكله اساسيه. طيب احنا كده خلصنا الجزئيه بتاعه النهارده، هي كانت جزئيه بسيطه ما قدرناش ان احنا نطول عليكم النهارده كتير، ومحتاجين دلوقتي ان احنا لو في اي حد عنده اي سؤال اهلا بيك. طلع بس كده عشان لو في حد عنده اي سؤال يرفع ايده.
في أسئلة عندنا يا جماعة في الجزئية دي أو في أي جزئية فاتت إحنا درسناها؟ المحاور المتبقية في الكورس، المحاور المتبقية في الكورس إحنا هنخلص آخر جزء إن شاء الله المرة الجاية بإذن الله بتاع البروسيجرز، فاضل لنا التايب أوف دوكيومنتس، فاضل لنا بس شابتر 1، إحنا لسه يا دوبك كده كلنا لسه في شابتر 1. هنخلص إن شاء الله كده مثلا بقى لنا التايب أوف دوكيومنتس، بقى لنا الترانسميتلز، بقى لنا الفورمز، وكده نبقى خلصنا الجزء بتاع الفاونديشنز بتاع الدوكيومنت كنترول. وهنوقف إن شاء الله بعد كده على كده لحد الجزئية دي. ممكن نعمل بعد كده كورس تاني للحاجة بقى، يعني لو إحنا طالبين حاجة نبقى نطبق الجزء ده عملي على أي بروجكت، بس هنوقف مثلا فترة كده شوية. جزا أنا وإياكم يا رب. النسخة الأصلية من مين عادة بيحتفظ فيها وبيسلموها للمالك، هل المقاول أو الاستشاري؟ عادة المفروض بيحتفظ بالنسخة الأصلية المقاول، لأنه في آخر المشروع بيضطر إن هو يسلمها للاستشاري تاني عشان يسلمها للمالك as a close out documents. تمام؟ وعشان كمان لو في عينات أو لو في أي comments إحنا محتاجين إن إحنا إن يحتفظ بيها ال يحتفظ بيها ال سوري ال يحتفظ بيها ال المقاول، مهم جدا ان هي تبقى موجوده عند المقاول عشان يسلمها في اخر المشروع. استاذ محمد، حضرتك تابع الكلام ده مع المهندس، مع استاذ احمد حسام، هو إن شاء الله بإذن الله هيشوف لك موضوع الحضور ده إن شاء الله. ممكن الإكسل بتاع اللوجات اللي أخدناها هتلاقيها موجودة في المكتبة بتاعة الكورس، وهتلاقيها موجودة في موجودة على الفايلز بتاعة الجروب بتاع الفيسبوك. وإيه تاني؟ ممكن أبعتها لحضرتك، يعني معلش ابعت لي بس على الجروب وأنا هبعتها لحضرتك. يعني كام محاضرة إن شاء الله؟ يعني بإذن الله كده 5 محاضرات بكتير جدا إن شاء الله نكون خلصنا. دي المحاضرة 10 إن شاء الله. إن شاء الله المحاضرة الجاية خلص فيها الجزئية بتاعة البروسيجرز دي، بعد كده إن شاء الله المحاضرات اللي باقية بإذن الله بإذن الله هتخلص في 4 محاضرات إن شاء الله، قدامنا 5 بس. إن شاء الله هنخلص على رمضان؟ لا بإذن الله هنخلص قبل رمضان. إحنا هنوقف شوية لأن يعني احنا طولنا خلاص، احنا بالنسبه لنا الفاونديشنز اللي احنا كنا عاوزين نديها خلاص احنا بدأنا ان احنا قربنا ان احنا نخلصها خلاص. هنمتحن في الجزئيه دي وهنعمل كورس تاني ادفانس مور ادفانس لتفاصيل اكتر في الدوكيومنت كنترول، از ان انت بتبتدي بروجكت فروم سكراتش. أستاذ إسلام بيقول لو أنا بعمل شغلي على أكمل وجه وأكتر من المطلوب وأنا تحتي تيم، بس للأسف مدير المشروع بيوفر كل قرش. ما في سؤال. طيب استاذ اسلام انا مش فاهمه سؤال حضرتك، استاذنك لو حضرتك عندك سؤال ممكن حضرتك تطلب بس نفتح لك الفويس وتسال السؤال اللي انت عاوزه، ان انا بصراحه مش فاهمه من الشات.
طيب أشوفكم إن شاء الله على خير بإذن الله المحاضرة الجاية، بما إن إحنا كده ما عندناش أي أسئلة تانية. أشوفكم على خير إن شاء الله المحاضرة الجاية بإذن الله، وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.